بكم في أخبار سارة. سارة هي أنا، أما الأخبار مش ديما. بتيت عليكم صحيح المرة هذه، أما نحضركم في عمل كبير إن شاء الله يعجبكم. اليوم مش نحكيه في موضوع مهم يهم الشعب التونسي وشعوب الثورات العربية الكل. ليه ماهوش البطالة؟ موضوع يهم أمريكا، يهم أوروبا. ليه ماهوش النووي وماهوش الاقتصاد؟ اليوم مش نحكيه على شقيقة قطر. ما يتعديش نهار ما نسمعوش كلمة قطر تتعدى في أخبار في العالم. موجودة في كل شيء، في السياسة، في الاقتصاد، في الحروب، في الفنون، في الرياضة. وباش نحكيه في الموضوع باش نتصلوا مباشرة بصناع القرار في قطر. لا مش الأمير، ولأن وراء كل رجل عظيم امرأة. معانا مباشرة الشيخة موزة. عسلامة شيخة موزة. هلا بسرورة، هلا بتونس، شلونك؟ وشلون حالة هذه اللي تسمونها ثورة؟ حلبتوها ولا لسه؟ شيخة موزة، السؤال اللي يهمنا علاش قطر تستثمر في أموالها في تونس؟ كل مرة نسمع بها شريت مشروع ولا أسهم ولا أراضي في تونس. مولية هداكم الله، مولية هذه ليلة طرابلس حقتكم مسكينة، كل ما أكلمها في التلفون تبكي تبكي تقول ضاعت علي تونس، راحت تونس من بين يدي. ليش بعتوا لها حذيتها المسكينة؟ بعتوا لها ملابسها؟ هذه يتيمة. انزين قلتها اشتري لها تونس، هذه ما تكلف. بس يا خسارة، يعني ما لقيتها كلها للبيع باكيج. قلت اشتري لها مدينة او اثنين. قالت لي الحمامات زينة. رحت الحمامات ما لقيت حمامات. وين يستحمون التوانسة؟ رحت جربة، هذه جربة جزيرة، صحراء وبحر زي قطر. زين خلاص، يعني ليش المصاريف لو تبي تيجي عندنا قطر؟ وايد دلعتوها هذه ليلة. اي ما مجاوبتنيش اللي شريتوهم لشكون. خلاص يعني بعدين ما يصير ارجع للبيت يدي فاضي. اشتريت مشروعين ثلاث هدايا للعيال يتسلون فيهم، يعني ليش كبرتوا المسألة؟ وش تبون نسوي بالمصاريف؟ هذا زوجي حمد. هلا هلا حبيبي، هلا بطيخ عمري، شلوني؟ اشتريت اللي قلت لك عليه ولا لا؟ شلون لا؟ ابي كوكب، يعني ابي كوكب. تشتري لي كوكب المريخ الليله؟ وين اصيف السنه هذه؟ مليت الكره الارضيه انا. يلا بسرعه ولا تتاخر. وين كنا؟ كنا نحكي على استثمارات قطريه. علاش قطر ما تستثمرش أموالها لحل مشاكل الأمة العربية؟ لحظة، إيش هذه مشاكل؟ ما في مشاكل؟ الدول العربية تعاني الفقر والبطالة والأمية، عنا برشا مشاكل. ول ول ول، أي فقر وأي بطالة؟ نكتيني يا شيخة، حرام عليك، أعصابي ما تتحمل. باهي تنجموا تضغطوا لحل مشاكل القضية الفلسطينية. فلسطينية؟ فلسطينية فلسطيني، أنا سامعة عنها في مكان هذي. لا تكون يعني مطعم في هوليوود ولا شيء. فما حاجة ما فهمنيهاش، قطر تستثمر في أموال طائلة في فرنسا ولإنقاذ الاقتصاد والشركات الأوروبية، وفي نفس الوقت تمول في الفرق المسلحة في مالي اللي تحارب فيهم فرنسا في نفس الوقت. عند فسرونا فيش تعمل. والله إحنا ما نفكر في كل هذه المسائل والأمور والتعقيدات، إحنا لا دين لا ملة فقط. لحظة شرف. هلا حبيبي، هلا بطيخ عمري، شلونك؟ اشتريت اللي قلت لك عليه ولا لا؟ أخذ أوباما. خلاص اشتري لي كوكب الزهرة، حتى اسمه جميل وشاعري، يمكن نستثمره أوتيلات بعدين. يلا بسرعة ولا تتأخر. شوف حمدو، رجع للبيت من غير ما في، انت تعرفني زين. والله العظيم اكلم اوباما يشيلك من باكر. اعزائي المشاهدين، نعتذر على هذا الانقطاع. وصلنا خبر عاجل منذ لحظه يفيد باختفاء امير دوله قطر. خرج الى التسوق منذ اسبوع ولم يعد، وبذلك فقد عين ابنه مكانه.